السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني معكم السيد الثانية محسن، مدير مدرسة الثانية لتعليم السياقة، حي 500 مسكن بالمسيلة، خلف مقهى المرجان، حي 500 مسكن التي تقابل حي إقامة الجامعية النسيج سابقا. أصناف رخص السياقة المعتمدة لدى مدرستنا هي صنف باء وجيم ودال، وذلك بالطبع كما ينص القانون بإحضار ملف يتكون من 6 صور شمسية وبطاقة إقامة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني. أما بما يخص الوزن الثقيل جيم أو دال فيلزم أيضا نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول غير منتهية للصلاحية وحضور الشخص معني لإبرام العقد. نقدم دروس نظرية هنا في المدرسة، مدرسة الثانية لتعليم رخص السياقة، ونقدم دروس تطبيقية لتعليم سياقة السيارات عبر الطرقات داخل المدينة وخارج المدينة في جميع الأوقات، من ابتداء من 8 صباح إلى 12، ومن 8 زوالا إلى 5 مساء. ونعلمكم أننا نسوق في أوقات الليل، أوقات فصل الشتاء، وفي أوقات الصيف. أما فيما يخص طريقة دفع مستحقات ملف رخصة السياقة يكون عن طريق التقسيط المريح عبر دفعات متتالية، ويتم فيها الاتفاق من الطرفين المترشح ومدير المدرسة.